مسجد الجن سمي بهذا الاسم لأنه الموضع الذي اجتمع فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالجن ليلا، وبترابه موضع الخط الذي اختطه الرسول لابن مسعود. وفي إحدى لياليه استمع نفر من الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو القرآن، ونزلت سورة الجن. الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يعيش في شعب بني هاشم على بعد 900 متر من هنا، افتقدوه الصحابة في ليلة من الليالي، فجاءوا يبحثون عنه في كل مكان لم يجدوه، وكان في مقدمتهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. فعندما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: قف يا عبد الله. فوضع له خطا، قال: يا عبد الله لا تتعدى هذا الخط. قال: يا رسول الله لقد يعني بحثنا عنك في كل ناحية من نواحي مكة وفزعنا. فقال: والله لقد كنت مع إخوان لكم من الجن أفقهم في أمور دينهم. عرف المسجد بعدة أسماء، منها مسجد البيعة، لما يروى بأن الجن بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع، ويعرف أيضا بمسجد الحرس حيث كان مقرا لاجتماع العسس ليلا. كانت حرس الدولة الإسلامية في عهد الدولة الأموية وبعدها من الدول، كانوا يجوبون أحياء مكة المكرمة من كل نواحيها ويجتمعون في هذه النقطة، وكانت تسمى مسجد الحرس لأن الحرس يأتي من كل يعني نواحي مكة المكرمة ويلتقي في هذه النقطة. اندثر المسجد بسبب السيول حتى عام 1126 للهجرة، حيث قام المهندسون والعلماء بحفر الموقع فوجدوا آثار المسجد وأعيد بناؤه من جديد. حفرت المنطقة، نبشت وحفرت مرة أخرى، فوجد المسجد القديم بآثاره القديمة وبمحرابه تحت مستوى الأرض بأكثر من يعني 3-4 متر. يوثق هذا المسجد حقبة تاريخية مهمة في تاريخ مكة المكرمة والعهد النبوي، ويقصده العديد من الزوار على مدار العام. محمد الحمادي، الإخبارية، مكة المكرمة.